رجعنا مرة تانية لحضراتكم. تعالوا نروح مع بعض خبر، تعالوا نروح تنزانيا. هنروح تنزانيا ليه؟ لأنه شارك سامح شكري وزير الخارجية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم في احتفالية تدشين ملء بحيرة سد جوليوس نيراريا، وهذا التدشين الحقيقة بينفذه إيه بقى؟ تحالف مصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي إلكتريك على نهر روفيجي، وده بدولة تنزانيا. حضر الاحتفالية رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية سامية حسن ووزير الطاقة التنزاني وعدد من المسؤولين من الجانبين وممثلي التحالف المصري المنفذ للمشروع. الصور زي ما انتم شايفينها دي صور للمشروع، وحضر ايضا عدد ولفيف من رموز المجتمع التنزاني، عدد كبير كمان كان موجود من وسائل الاعلام والمواطنين. أشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية إلى أن وزير الخارجية نقل تحيات وتهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيرته التنزانية وإلى حكومة وشعب تنزانيا بهذه المناسبة التاريخية، فيما تقدمت أيضا رئيسة تنزانيا سامية حسن بالشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لما تم تقديمه من تعاون لإنجاز مشروع كبير لهذا السد زي ما انتم شايفين. وهتعرفوا أهمية السد ده ايه، حاجات كتيرة جدا كان بيبقى فيه فيضانات كبيرة جدا موجودة هناك وأغرقت الحقيقة أماكن كثيرة وتوفى فيها الآلاف، كمان كان بيبقى فيه بحيرات نتيجة الفيضانات دي كان بيبقى فيها أمراض وحاجات كتير. فأعتقد بداية السد وموضوع السد ومشاركة مصر في هذا المشروع هتكون خير وأمان وسلام بالنسبة لتنزانيا. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. كلمنا عن التفاصيل، يعني الصوره امامنا والصوره بتقول ايه اهميه السد ده واهميه ان مصر تتبنى هذا المشروع. طبعا مصر تصنع تاريخ جديد داخل القاره الافريقيه، يعني رساله واضحه من ان مصر لا تتاخر عن دعم اشقائها، يعني رساله كبيره ومهمه بتدل على مكانة الدولة التنزانية في قلب القيادة السياسية المصرية التي لم تعلو جهدا في دعم كافة الأشقاء الأفارقة، على اعتبار أن مصر هي المدافع الأول عن القارة الأفريقية، هي المدافع الأول عن تنمية القارة الأفريقية. الكثير من العلاقات القوية والراسخة بين مصر وتنزانيا، خاصة الزيارة الهامة التي يعني ذهب بها فخامة الرئيس السيسي إلى تنزانيا في أغسطس 2017 كأول زيارة لرئيس مصري منذ عام 1968، وده بيدل على أن هناك رؤية جديدة تصيغها الدولة المصرية في سبيل تحقيق الرخاء والنماء والتنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية، وبتدل أيضا على أن هناك أواصر صداقة ومتانة في الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والتنزاني، وأيضا دليل على أن هناك لابد من تحقيق أهداف التنمية المستدامة والسعي وبقوة إلى تحقيق الازدهار والتقدم الذي تستحق شعوب القارة الأفريقية. وده القيادة السياسية المصرية أخذت على عاتقها منذ أن كانت في رئاسة الاتحاد الأفريقي في العام 2019 في كيفية تحقيق الرخاء وتعزيز العمل الأفريقي من خلال تدشين يعني الآلية، آلية الاتفاقية القارية الحرة اللي تم صياغتها في العام 2019، واللي بتعكس أن مصر تريد أن يكون هناك تقدما حقيقيا في الكثير من الدول الأفريقية، عكس ما يروج له البعض الذي لا يحب الخير للدولة المصرية. أكيد. الدولة المصرية قدمت نموذجا ملهما لكيفية تحقيق الرخاء والنماء للشعب التنزاني الشقيق، خاصة أن هذا السد يعني يخدم أكثر من 17 مليون تنزاني، وأيضا يعني يقضي على الكثير من الأمراض التي كانت تصيب الشعب التنزاني. يعني طيب كلمنا المشكلة قبل السد كانت عاملة ازاي، يعني بدخول السد وبداية ملء السد يعني والصور كلها بين الحقيقة ضخامة هذا المشروع وأهميته، يعني ايه المشاكل اللي كانت بتقابل تنزانيا والشعب التنزاني قبل موضوع السد؟ طبعا يعني قبل إنشاء هذا السد كانت الدولة التنزانية مستباحة عن طريق نهر رفيجي الذي كان يمثل
فائض في المياه. هذا الفائض كان يمثل الكثير من الفيضانات، مما يودي بحياة الكثير من الأشقاء التنزانيين. أيضا يعني كانت هناك بؤر مائية كبيرة موجودة، هذه البؤر كانت بتستوطن فيها الأمراض المعدية كالملاريا وغيرها، وبالتالي هذا السد نجح أيضا في القضاء على هذه الأمراض، على اعتبار أنه لن تتم أو لم يكون هناك بؤر يعني أو بيئة أو أمراض تصيب الشعب التنزاني، وبالتالي هذا السد الذي يحقق الرخاء داخل الدولة التنزانية وبأيادي مصرية، يعني على صحيح. اعتبار أن أكثر من 10%، هناك أكثر من 12 ألف عامل تنزاني يشارك فيه، منهم يعني 10% منهم من العمالة المصرية، وبالتالي على الرغم من أنه يتم على أرض تنزانية إلا أن هناك عمالة ومهندسين مصريين هم من يقومون ويشاركون في تنفيذ هذا السد. يعني ده تكلفته أكثر من 3 مليار دولار بطوله، يعني ضخامة هذا السد يظهر أن الدولة المصرية لديها الكثير من الشركات التي تستطيع أن تقود العمل الأفريقي وتستطيع أن تقوم بتنفيذ المشروعات الضخمة. طوله يتعدى 1025 متر وارتفاعه بنتحدث عن 131 متر، وأيضا قدرة إنتاجية كبيرة جدا، يعني بنقول إن هو بينتج حوالي 1215 ميجا وات، يعني كمحطة كتوليد للطاقة الكهربائية، وأيضا سعته التخزينية حوالي 34 مليار متر من الماء. وبالتالي الدولة المصرية أعطت رسالة حقيقية أنها تدعم التنمية في القارة الأفريقية، تريد أن تحقق الرخاء والاستقرار داخل القارة، وتريد أن تحقق مثل هذه المشروعات في دول أخرى، على اعتبار أن الدولة المصرية لديها تجربة رائدة وملهمة، وأصبحت قادرة على تنفيذ مثل هذه المشروعات التي تحقق نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأفريقية بشكل عام، والعلاقات المصرية التنزانية بشكل خاص. أكيد بشكر حضرتك على هذه التفاصيل دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. زي ما تابعتم، هو الحقيقة وجود مصر في هذه المشروعات الضخمة، وأيضا وجود مصر بالشركات بتاعتها، يعني أنت بتدخل المشروع معاك الفريق العمل بتاعك، معاك الشركات بتاعتك، فأنت كمان بتقول أنا كدولة كمان قادر على أني أقيم مشروعات كثيرة جدا في أفريقيا، مثل أي دولة ممكن تعمل، زي ما حضراتكم شفتم بالصوت والصورة قد إيه المشروع ضخم، وقد إيه وجود أيادي عاملة مصرية موجودة من كل الكفاءات اللي ممكن مصر ترسلها علشان مشروع ضخم زي ده، زي السد اللي بيقام في تنزانيا.